ملفي سونغلوتان صراحة جات رائعة، وجا الكلاصاج ديالها جا زوين ومنظر جميل. كنتمنى انكم يعجبكم هاد لا فيديو وتشوفوا لا فيديو حتى الاخير ان شاء الله. وصفات بدون غلوتين، ونخليكم مع تتمه لا فيديو. ونشط لي هذا الطرف هذا حيت انا عملت 4 قطع. شوفوا ما شاء الله الفلتاج ديالها كيف عامل. ونخليكم مع تتمه لا فيديو. فرجه ممتعه للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. مرحبا بكم في القناة الموندو دي كريمة غلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ملفي بدون غلوتين، ولأول مرة على القناة. كنت صوبتها ولكن ما صورتهاش. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم. اول شيء عندنا هنا 500 غرام من الدقيق الخالي من الغلوتين. انا استعملت شارميكس بي من اليوم. نتوما يمكن لكم تستعملوا اي ماركه، يمكن لكم تخلطوا ما بين الدقيق المصنع وما بين دقيق حلويات، ما بين دقيق الارز، يعني تخلطوا بيناتهم وغادي يجيكم ان شاء الله ملفي رائع ومثل العادي. من بعد ما غربلنا 500 غرام من الدقيق الخالي من الجلوتين، عندنا هنا ملح وغادي نضيفه ملعقتان كبيرتان من زيت المائدة. وغادي نضيفو هنا بيضة. عندنا فاني، ولا استعملوا اي منكه عندكم في الدار، ما كاين حتى شي مشكل. دابا غنخلطوا هاد المكونات ونبسبسوهم حتى نحصلوا على خليط مرمل. بالنسبه للزبده، راه الزبده راه خاليه من الجلوتين. عندي هنا مادام انني عملت هنا 500 غرام من الدقيق خالي من الجلوتين، غادي نعمل هنا 250 غرام من الزبده، وغادي نعاود نرجعها في المجمد باش نحكها. بالنسبه للماء، عندي الماء خرجته من المجمد، وغادا نبدا نخلط بشويه بشويه حتى نحصلوا على خليط مرمل. من بعد ما خلطنا المزيج اللي عندنا بالمكونات، عندنا هنا الماء بارد، غادا نبداو نضيفو بشويه بشويه حتى يتجمع لينا هذا العجين. واخا عندي الماء بارد والبرد يعني كاين عندنا هنا في ايطاليا، خديت الماء من الروبيني وعاود درتو في الثلاجة باش يبرد معايا شوية. انا ملأت كأس اخر. العجينة ما تكونش رطبة وما تكونش قاصحة، تخدموا بنشا البنات ضروري، هو اللي غادي تعملوا به الفلتاج لهاد الملفاي. والعجين ما يكونش كيتلصق في اليد، يكون عجين يعني عادي بشويه بشويه. انا ما بغيتش نقطع على فيديو باش تشوفوا المراحل كلها بعينيكم، باش حتى شي حاجه ما تصعب عليكم، وممكن اي واحد مبتدئ انه يخدم هاد العجين. وبشويه بشويه حتى نكملوا العجن، غادي ناخذ واحد الرشه ديال الدقيق الخالي من الجلوتين. من بعد ما جمعنا العجين كيف ما كتشوفوا، غادي نحاول نخدموه بهذه الطريقه. دابا غادي نجمع العجين ديالي وغادي نخليه يرتاح، نخليه غير في الثلاجه ما تعملوش في المجمد. غادي نرش شويه النشا، هو اللي غادي نخدموا بها البنات. دابا غادي ناخذ الزبده وغادي نحكها، فيها 250 غرام. يعني الزبده انا راه كانت عندي ديجا في الثلاجه، دابا غادي نحكها باش نعملها في المجمد. نحاول نفرقوا هكا. بالنسبه لهاد العجينه تعملوا به
مملحات اشكال كثيره. حنا هاد لاباط فيتي تنقولوا ليها هنا في ايطاليا باستا سفوليا، معروفه هنا في ايطاليا، وكتبعني جاهزه، وكنت خديتها شحال من مره وشاركت معاكم في واحد لا فيديو. دابا غادي نحط دابا الزبده ديالي في الثلاجه باش تجمد يعني في المجمد، ومن بعد نرجع معاكم. عندنا هنا العجينه من بعد ما ارتاحت في الثلاجه خليتها تقريبا واحد نص ساعه. الزبده عندي هنا جامده، هي خليتها واحد نص ساعه. غادي ناخذ النشا ديال الذره وغادي ننزلو على طاوله العمل باش غنمدو به هذا العجين. بالنسبه للنشا هو هذا، راه بدون جلوتين. غادي ناخذ منه القليل ونحطه في الزلافه، غناخذ منه شويه. هو هذا النشا هو اللي غادي يعاوننا البنات باش نمدو هاد العجينه. دابا غنخليو الزبده غنحطوه على جنب باش نمدد معاكم العجين. بسم الله على بركة الله. نحاول نجيبو العجين شكل مربع، ودائما كنعاونو هكا بيدينا العجين راها رطبة. الحمد لله العجين مزيانه معاونانا. حاولوا تعملوا يعني مدلك يكون كبير باش يجيكم سراح مزيان. حاولوا تضربوا الجوانب حتى حاجه ما تبقى غليظه. الحمد لله العجينه جات زوينه مسرحه كلها، ما ملصقه ما والو. هذه الكميه ديال الزبده اللي عندنا 250 غرام غادي نوزعوها على العجين كلها. ونخليوها ترتاح واحد نص ساعه في الثلاجه، ومن بعد نرجع معاكم باش نوريكم التوريق اللي غادي نعمل. من بعد ما ارتاحت غادي نفتحوه على هذا الشكل وغادي نرشو النشا هو اللي غادي نخدمو به من الفوق ومن التحت، وغادي نسرحو العجين على هذه الطريقه كما كتشوفوا. كنجيبو هاد الجهه ونجيبو الاخرى فوق منها. دائما كل طويه كتطويو كتخليو العجين يرتاح واحد ربع ساعه. من بعد ما ارتاحت العجينه غادي ودائما كنرشو نشا الذره. داك النشا هو اللي كيعطينا الفيلتاج ديال لاباط فيتي. الى تقطعت لكم ماشي مشكل. من بعد ما سرحنا بهاد المساحه غادي نجيبو الجهه الاولى ونجيبو عليها الجهه الثانيه بهاد الشكل، ونجيبو هاد الجهه ونديروا عليها الجهه الاخرى، وغادي نعاودوا نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد نمددها معاكم. من بعد ما ارتاحت غادي نمددها كيف ما كتشوفوا. من بعد ما سرحناها غنحاولوا نجيبوا هاد الجهه. دائما حنا كنعملوا العكس. ها انتم كيف كتشوفوا هنا التوريق كيف عامل.
ومن بعد نديروها ترتاح في الثلاجه، دائما كترتاح. المهم هاد المره الاخرى غنخليها ترتاح فقط 10 دقائق ونخرجها من الثلاجه، غير في الثلاجه العاديه ماشي المجمده البنات، باش نسرح معاكم. وهذه هي التسريحه الاخرى اللي غدا نسرح. دائما حنا كنرشوا نشا من الفوق ومن التحت، دوروا على الجهة الأخرى. كنرشو هنا النشا وكنجمعو بهذه الطريقة. دابا كملنا الفلتاج ديالنا وكنجيبو هذه الجهة ونجيبو الجهة الأخيرة. ها هو عندنا دابا العجين المورق جاهز، غنخليه يرتاح واحد نص ساعة ومن بعد نعمل معاكم التشكيل النهائي ديال الملفي باش نحضرها وندخلها معاكم الفران. من بعد ما ارتاحت العجينة غادي نورقها التوريق الأخير باش نجهزها ونديرها في الفران. دائما كترشوا النشا من الفوق ومن التحت غادي نقسم دابا العجين على جوج باش يجيني السراح ديال لاباط فيتي مزيان في الطبلة. دابا غادي نوريكم التوريق اللي عملت، هانتوما شفتو الفلتاج، هانتوما كنتمنى الصورة تكون واضحة. غنحتفظ بقطعة ونخدم معاكم القطعة الأولى وغدا نسرحها. بالنسبة للقياس اللي عندي غدا ناخد في ملفي 11 سنتيم، عندي هنا نيت 11 سنتيم تقريبا. غدا نقسم العجين على النصف على هذا الشكل، نعود نعبر من الأسفل باش تجيني القطعة متساوية. بالنسبة لهذا القياس غادي نحاول أن نعبره بهذا الشكل، بتجيكم اللباط مزيانة. عملوا هذه الطريقة بحال اللي كنعمل معاكم. وبالنسبة لهذه الجوانب غادي نحيدوهم. كنتمنى انكم يبان لكم السمك اللي انايا اللي خليت ديال لاباط في لاباط فيتي، دائما كنقادو. هناخدو لاباط ديالنا وغادي نرفعوها باش نوضعوها على البابي باش طيب. انتوما شفتوا السمك انا اللي خليت. غادي نجيب دابا واحد فرشيطة باش نتقب بها العجين باش ما يتنفخش، نبقاو بها هكا حتى نتقبوها كلها. الفران عندي سخون، غنوضع فيها لي باط ديالي ومن بعد نوريكم النتيجة النهائية. بالنسبة للقطعة الثانية انتم كيف ما كتشوفوا الفيلتاج ديالها، انتم شفتوا صراحة كتجي مورقة. دابا غادي نخويو نيت النشا، مازال عندي، ضروري تخدموا بالنشا، الا ما خدمتوش بالنشا راه ما تجيكمش لاباط فيتي، الفلتر ديالها ما كيجيش مزيان. من الفوق ومن الاسفل
وكنسرحوا بهذه الطريقه ونحاولوا نجيبوها متساويه. وهذاك القطعه اللي شاطت لي هاي خليتها تنضيف عليها هاد الطرايفات اللي غادي يشيطوا ليا من العجين المورق الثاني. نحاولوا ننزلوا ونقطعوا الجوانب كيف ما قطعنا المره الاولى. العجينه الاخرى هي هذه، ما قدتنيش في الطاوه، غادي نديرها في الطيبه الثانيه. وخرجت هاد الاقراص كيف ما كتشوفوا هنا، قشطت لي هذيك العجينه من تقطع الاولين والثانيين. دابا غادي ناخذ من صوب معكم لكريم باتيسير اللي هي عباره عن يعني بياض البيض غنخليو الكلاصاج، والصفار غادي نديروه في الكريمه الكريم باتيسير. البيضه راه ديال الدجاجه بلديه، غنحاول انني ما ينزلش لي البياض مع الصفار. غدا ننزل الصفار في هاد الجميله، وغدا نضيف عليها جوج معالق ديال السكر و نسيترو ديال البرتقال ولا نسيترو ديال الحليب على حسب الرغبه، والفاني وجوج معالق كبار ديال النشا الذره، جوج معالق مملوئين باش يعقدوا لي هاد الكريمه، جوج معالق كبار. غناخذ القشور ديال البرتقال، غادي يعطينا المذاق وحتى اللون. غادي نعبروا هنا السيترو يعني حتى نملؤوا هاد الكاس، درا فيه العبار. من بعد ما خدينا تقريبا السيترو ديال البرتقال، غادي نضيفوا لهاد الخليط ونخلطوا على البارد ونوضعوا على نار خفيفه حتى يعقد معنا الكريمه. ما شاء الله لاباط فوتي كيف ما كتشوفوا هي طابت. انتما دابا غادا نرفعها باش نوضع لاباط الثانيه تطيب، ونطيب معكم دابا الكريمه. تتعقد تشد راسها شويه. الكريمه هي هذه، صراحه جات رائعه ولذيذه مع المذاق ديال البرتقال والقشور ديالو. دابا غنخليوها تبرد معانا، من بعد نعملوها في الجيب الحلواني باش نزينو به الملفي. هذا هو اللي غندير به التزيين النهائي فوق الكلاصاج ديال بياض البيض. لاباط فيتي هي هذه كيف ما كتشوفوا، صراحه جات زوينه. شوفوا ما شاء الله الفلتاج ديالها، انتما هي كتبان الصوره. دابا غادي نعملو المونتاج هاد البلانيت. غادي ناخذ الكريمه وعملناها في الجيب الحلواني، نزينو بهذا الشكل. نحاولو نضغطو عليها تتشد بلاصتها. كناخدو عاود الكريمه. دابا غناخدو الطبقه الثانيه ديال الكريمه بالمعلقه على هذا الشكل، بتجي عندي الكريمه في الطبقات كلها. انا في هذه اللحظه مازال ما نزلتش الطبقه الثالثه اللي هي غندير فوق منها الكلاصاج. دابا غدا نخدم معكم الكلاصاج، لان الطبقه الثالثه يعني خليت يعني انا عملت جوج لاطات، اللاطه الثانيه مازال في الفران، بغيتها تتبرد معايا شويه عباش يمكن لي ننزل الطبقه الاخيره فوق من هاد الكريمه. عصير ملعقه كبيره ديال الليمون
الحامض، غادا نضيفها البياض، بيضه اللي كنا ضفناه وخدينا الصفار عملناه في الكريمه الحلواني. بالنسبه للسكر بودره كيبقى على حسب الخليط، على حسب الكميه. غناخذو هنا معلقه، غادي نصفيوها ونضيفوها للخليط. غادي نطربوا البياض البيض بالطراب الكهربائي. بالنسبه لكميه السكر نتوما اللي كتحكموا فيها. انا كنستعمل هذا السكر هذا ديال ليدل، هي دي الكميه اللي عندي. وفي حاله الى ما كفانيش خديت سكر حبيبات وطحنته ثلاثه المرات، يعني عاودته ثلاثه المرات بسم الله على بركه الله. وانا غنبدا نضيف السكر بشويه بشويه. الكلاصاج هو هذا كيف ما كتشوفوا. حاولوا ما تديروش يعني سايح، يعني يجيكم بهذه الطريقه. شفتوا الكميه اللي عملت؟ من بعد ما بردت معنا الطبقه الثالثه غادي نوضعوها مباشره وغادي نضغطوا عليها. دابا غادي ناخذوا الكلاصاج اللي حضرنا، من الاحسن تعملوا كميه ديال السكر كثيره باش ما يجيكمش سايح. المهم انا دابا غادي ننزل، غادي تشوفوا دابا الوقت اللي غادي ننزلو غادي يبقى محطوط في بلاصتو. غادي نسرحو سباتيو ولا بمعلقه. في نفس الاثناء راني كندوب في الشوكولا باش نزين بها، يعني نعمل الخطوط ديال الملفاي. كتعملوا خطوط، انا غندير عمل خط على شكل طولي. المرحله الاخيره مهمه، هي مرحله التزيين النهائي. انتم البنات شفتوا الشكل ديال التزيين؟ باش يجيكم التزيين حلو وزوين دائما كتخدموا بهاد الطريقه. الكلاصاج منزل معانا ما والو، طريقه هائله بصراحه. غادي نحيدها من البابي. من بعد ما خليتها في المجمد تقريبا واحد 30 دقيقه، دابا غادي نقطعها معكم بسم الله على بركه الله. ناخذ نخلي اصلا الجوانب راهم يعني راهم قادين، ما كاينلاش نقادهم. كنحاولوا نضغطوا ونوركوا عليها مزيان باش تجي التقطيعه مزيانه البنات. واخا غادي تغلبكم ولكن صبروا معاها. هانتوما شفتوا، نحاول نقطع القطعه الثانيه. وتنزلوها على هذا الشكل. هانتوما شفتوا كي جا الشكل ديالها. نقطعوا الكميه كلها اللي عندنا ومن بعد غادي ننزل لكم ملفي في طبق التقديم. ملفي ديالنا من بعد ما قطعناها غادي نعملوها في بابي ديال التقديم. الصراحه جات رائعه، ملفي سون غلوتان. كنتمنى انكم تعجبكم هذا الملفي وتصوبوها لكم ولوليداتكم الصلياكين علاش لا. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من الوصفات الخاليه من الغلوتان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.